وقت يقرا ايه فيها سجده قال وانا اقرا ومعي جماعه يعني معي جماعه يعني مجموعه فهل يعني يكبر يقول الله اكبر ام يسجد هكذا بغير تكبير؟ تفضل شيخنا. هو اولا جزاه الله خيرا وخيركم من تعلم القران وعلمه. والمساله كالتي، اول حاجه هو اللي يقرا فيه هذا ام اذا كان مساله تتعلق بالتعليم يعلم فيهم ومسألة تعليمية الجماعة اللي معاه فهذا أحيانا يسقط عنه السجود لأنه هو يعلم بأحكام التجويد وكذا كذا أو أنه يسجد في المرة الأولى إذا كان يعيد في التمن أو الآيات اللي فيه السجود إذا كان ينتقل من واحدة إلى واحدة وكذا ويعني للتعليم فيسقط عنه السجود. إذا كان يقرؤون ويستمعون للقرآن مش للأحكام، السماع يعني للآيات نفسها فهذا يسجد. أما كان يعلمهم تعليما في بعض الآيات وبعدين فيه السجود فإذا حتى إذا لمشت فلا شيء عليه. لكن إذا كان مثلا يقرؤون زي مثلا الآن في العشر الأواخر ممكن أن المجموعة يتحلقوا ويقرأ بعضهم الثمن مثلا أو الربع وبعدين اللي بعده يتم اللي بعده يعاودوا الاول. فاذا كان اعادوا فاذا كان سجدوا في المره الاولى ثم اعادوا لا يسجدون. اذا كان مستمرين في التمر اللي بعده والربع اللي بعده هذا كل ما يلقوا سجده يسجدوا لا بس. والرفع منه يكون بالتكبير عند علمائنا ويتاكد التكبير إذا كان إماما في السجدة لجماعة ويتأكد التكبير. بعض العلماء في بعض العلماء يقول ما فيش تكبير لكن عند علماء في هناك التكبير ويتأكد التكبير لما تكون أنت لما أن تكون ساجدا بغيرك فإذا نهضت بالتكبير فينهض غيرك من سجدته ووفقكم الله.